صباح النور من جديد مشاهدينا. صباح النور لك أمين. صباح الورد. كيف الحال؟ الحمد لله. رح نحكي اليوم عن أغرب عملية اعتقال نفذتها الشرطة الملكية بالمغرب. اعتقال ما بيخطر على بال أحد. صحيح، بالفعل الشرطة الملكية في المغرب اعتقلت مهرب أكياس بلاستيكية ممنوعة بلغ وزنها 200 كيلوغرام من مدينة مليلة بالمحتلة من قبل إسبانيا. التفاصيل عن تجربة دولتي المغرب وتونس في منع استهلاك الأكياس البلاستيكية خلينا نتعرف عليها ونحكي عليها مع ضيفنا الصحافي المتخصص في الشؤون البيئية مصطفى رعد في فقرة أزرق أخضر. صباح النور. قعدت مفكر بين اثنين. صباح النور مصطفى. صباح النور. قعدت مفكر هي مليلة ولا ملولة؟ مليلية. ما طلعت مليلية حاجة أخرى. مليلية. كيف الحال مصطفى؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. احكي لنا على الفكرة هذه، هي للمرة الأولى تصير عنا في العالم العربي عملية اعتقال لإنسان يهرب في أكياس بلاستيكية؟ هي عمليا بالفعل يعني أول نوع من هيك عملية اعتقال بتصير، لأنه المغرب من العام 2016 بلش هو بقانون يلي هو 77-15 قانون حظر الأكياس البلاستيكية من جهة تصنيعها أو استيرادها أو توزيعها أو بيعها أو إعطائها مجانا مثل ما بيصير بكل الدول العربية. لما أنت بدك تروح تشتري كيلو بندورة أو كيلو خيار أو شو ما كان من قلب السوبر ماركت وتشتري أربع حاجات تاخذ أربع كيس بالضبط. وثانيا لأنه المغرب هي ثاني دولة تستهلك بلاستيك بالعالم، كيس بلاستيكي بالعالم من بعد أمريكا. عم نحكي عن 3 مليار كيس سنويا بمعدل 900 كيس لكل شخص مغربي، يعني عم نحكي عن 35 مليون نسمة موجودة بالمغرب يستهلكوا كل شخص منهم 900 كيس بالسنة. نعم نعم. يعني على هيك أنه قطاع صناعة البلاستيك قطاع كمان يعني مزدهر بالعالم وبالمغرب أيضا، يعني وحتى من بعد ما منعت الدولة أو المملكة المغربية ما منعت بالعام 2016 استخدام هذه الأكياس، هناك استثناءات بكثير من المناطق غير العاصمة بيتم فيها استخدام هذه الأكياس. شو هي أضرارها برأيك؟ يعني ليه هي المنع أصلا؟ المنع لأنه يعني بداية إذا بدنا نحكي على الصعيد المغربي، المغرب ترمز لها على أنه هي عبارة عن أكبر مدينة بيستخدموا فيها البلاستيك بالعالم العربي. وثانيا لأنه مسير أو بالأحرى مسار هيدا الكيس عم يوصل نهاية على البحر، والبحر فيه عنا مخلوقات بحرية إن كان هي السلاحف أو إن كان الحيتان أو الأسماك الأخرى، هي عم تاكل هذه الأكياس باعتبار أنه هي حيوانات أو ربما جيلي فيش يلي هو الأنديل، وعم بتموت تختنق من وراء وبتموت. يعني تقرير الأمم المتحدة الأخير لبرنامج البيئة قال أنه حوالي 8 مليار طن من البلاستيك بينزل سنويا على المحيطات. وهذا الموضوع عم بيأثر على حوالي 700 نوع من الثدييات الموجودة بالبحر يلي عم يخفض أعدادهم، بنفس الوقت عم يغير كل الإيكو سيستم الموجود بالبحر. صراحة اللي حذو فيه معني على مواقع التواصل الاجتماعي الحمد لله اللي صار في مواعي مش كما قبل، ولينا ديما نشوفوا فيديوز اللي قاعدين يوريو فينا في فكرة انه كيفاش ولا البحر كله بلاستيك. صحيح، حتى اخر فيديو كان باندونيسيا. كان باندونيسيا. وحتى ورا جزيرة بالي المنطقة. صحيح. المخفية في المالديف، معناها انه حاجات تشوفهم اصلا كي تشوفها قلبك يوجعك. معناها مصطفى شنية البديل للبلاستيك؟ يعني كي نحبوا احنا نستغنيو على استعماله بتاتا ونحبوا نستعمله حاجه اخرى، شي يمكن البديل يكون بتاع البلاستيك؟ هناك عدة بدائل لاستعمال البلاستيك، وتحديدا المنع عم بيصير على السنجل يوز بلاستيك يلي هو الكيس اللي نحن بنستعمله المره واحده وبنكبه. فالاعتماد على المواد اللي هي بايودجريدبل يلي هي بتتحلل مع استعمال المي، يعني بدل ما ياخذ كيس البلاستيك 1000 سنه ليتحلل صار بياخذ مثلا اسابيع ليتحلل. وفي منه كمان، يعني وقت كنت انا بالمغرب من شهرين كان في كياس عم يستعملوها هي عباره عن كيس مصنوع من النسيج. يعني نوع من القماش بيستعملوه وقبل التحلل بالمي وما عنده ضرر على البيئه، لانه آخر هي من نوع من المكونات الطبيعية الموجودة بالبيئة مثل الكتان مثل أي أنواع تانية موجودة. بنفس الوقت عنا الكياس الورقية كمان عندها قدرة كبيرة على التحلل. عنا الكياس الحرارية اللي هي مخصصة لنستعملها للأكل إن كان لنحطها بالبراد أو لنحطها بالفرن وهي منا بلاستيك. عنا أنواع تانية اللي هني بسموه الووفن باكز أو النون ووفن باكز يلي حكينا عنهم، وفي كتير أنواع تانية قدراني إنه هي تتحلل بالماء لهيك ما في أي مشكلة فيها. بس الفكرة المنع هي على السنجل يوز بلاستيك، يعني كل شيء يستعمل لمرة واحدة.
احنا بنكبه مثل ما حكينا انه بنروح على الجروسري او على محل الخضره لنشتري خضره، هذه كلها منعت. ولكن بعد في استعمالات لهذه الاكياس بالمغرب، يعني المطارح الصغيره او اذا بدك السوبر ماركت الصغيره بعدهم عم يستعملوها لانه هي اخف وزن وعندها قدره على التحمل. يعني انت لما بتشوف الكيس انت بتشوفه كيس كتير خفيف بس نعم. بنفس الوقت هو قدر يحمل عدد كبير من الكيلوات لانه في ماده البولي ايثينيل يلي هي مكون منها بيقدر يحمل، ولكن هيدي البولي ايثينيل مادة صعب أنها تتفكك بالماء. نعم نعم. وكمان إضافة يعني على هيك حتى التقارير اللي كانت عم تصدر من المغرب عم تقول إنه كمان الأكياس البلاستيكية هي ما يعني بيدفع حقها ضمن سعر البضاعة أو الأغراض صحيح. اللي عم بيشتريها بخلاف الأكياس اللي من القماش اللي حكيت عنها، لأنه يعني كنت عم بقرأ تقرير عم بيحكي إنه بين 7 دراهم و70 درهم حق الكيس وبتفرق على الشخص. برأيك هو هيدا السبب إنه كمان يعني السعر تبع الأكياس الورقية أو الأكياس اللي من القماش هو اللي بيخلي الناس ما تستخدمها كتير وانه تروح اكثر للاكياس البلاستيكيه؟ هيدا واحد من الاسباب. نعم. وبنفس الوقت يعني فينا نحكي عن سعر الكيس، لانه انت عاده لما تروحي على اي محل بيجي بيقول لك انه انا بعطيك كيس معين بحجم معين، بس لما بدك تطلبي كيس اكبر بدي دفعك حقنا حقه درهمين يلي. نعم. يعني احنا كل دولار هي عباره عن 8 دراهم بالمغرب، درهمين انت عم تدفع حق الكيس تقدر تستخدمي، واذا بدك بلاستيك بدك تدفعي اكثر. يعني هن بعد ما منعوا البلاستيك بس هن عم بيقولوا انه انت بدك تدفعي حقه. بنفس الوقت بعد عندهم مشكله بس بالمطار، بمطار المغرب عندهم مشكله انه بعدهم عم يستعملوا اكياس بلاستيك لانه بعد ما حلوا موضوع السيلينج. انه اي شيء انت بدك تشتريه بالمطار بده يكون مغلف بالكيس تبعه. لهيك بعد بس بالمطار بعد ما انحلت. بس هي السعر هذا واحد بياثر، اثنين العادات تبع الناس. انه نحن كل شيء مجانا بنكثر منه. صحيح. يعني مثلا بنروح على السوبر ماركت بدنا ناخذ عده اغراض ناخذهم بنحطهم بسبع ثمان اكياس، انه هذول الاكياس انه الكيس صاروا ويست وين بدنا نكبهم هون نحن، شو بدنا نعمل فيهم؟ في ناس بترجع بتستعملهم. نعم. في ناس بترجع بتكبهم، انا شو بدي فيهم؟ يا صراحة ليه لحظوها معنا نشوفوا فما ناس بسوبر ماركت ساعات انه حتى غير ما يحط حاجات في الكيس يلم الكيس يحطهم بالشريوه. صحيح. معنى انه هذا اللي حذوه في مجتمعاتنا نشوفوه يمكن حتى يوميا. ولكن الفكرة مصطفى معناها يعني مثلا اذا مش حكيهم على تونس مثلا انه تمنعت فكرة البلاستيك في المحلات الكبيرة التجارية. صح. ان كان سوبر ماركت كبار، ولكن موجودة ما زلت موجودة في الشارع معنا. يعني اي تعتبر الوضع بالنسبة لهم هما الاثنين، اذا هما الاثنين الوحيدين اللي بدأوا في هالاجراءات في العالم العربي، اي وضعها احسن المغرب ام تونس انه الوضع متاعها ماشي في تحسن اكثر بالنسبه لي؟ الوضع بالمغرب متحسن اكثر لانه اشتغلوا على موضوع تغيير العادات تبع الناس، وموضوع يعني شغله كثير على موضوع الوعي انه ليش نحن عم نمنع كيس البلاستيك. بس بنفس الوقت تونس يعني عم نحكي عن استعمال سنوي 1 مليار كيس بالسنه. نحن اجوا قالوا انه نحن ما بدنا نوقف استعمال البلاستيك، نحن عم نخلي الناس تدفع حق كيس البلاستيك اجباري، انه انت بدك تشتري غراض بدك تحطهم كيس بلاستيك بدك تدفع حقه. بالمغرب منع. يعني حتى في كتير عمليات اعتقال، في كتير اغلاق مصانع لتصنيع البلاستيك بالمغرب. يعني ماشيين بالموضوع بطريقة كتير جدية اكتر من تونس. تونس عندهم استهلاك يعني عم نحكي عن 315 مليون كيس بيتوزعوا بس بالسوبر ماركت. نعم. هيدي لحالة من اصل 1 مليار كيس. بس بتونس بعده عم يقولوا نحنا ما فينا نوقف المعامل يلي عم تصنع لانه الوضع الاصلاحي يلي عم بيصير بتونس بالوقت الحالي يحتاج لعدد من السنوات للناس تقتنع، لانه بلد طالع من ثورة عنده كتير اشي عم تصير. نعم. فيه قالوا لك انه البلاستيك هلا مش اللي هو الاهميه الاولى يلي عم بتصير، ولكن هي جزء من المشروع يلي نحن عم نحكي فيه من هون لل 2020. يعني كمان في خطه حاطينها بتونس وعم يشتغلوا عليها. ولكن مثلا فينا نحكي عن تجربه شاب تونسي اسمه محمد حويج. هذا الشاب جمع حوالي 13 طن من البلاستيك وراح جاب مصاري يعني حقهم قيمتهم، اشترى فيهم اغراض لتلاميذ مدرسه اسمها اولاد خميسه بعين دراهم. هذه كانت تجربه حلوه ليوعي الناس على اهميه انه نحن البلاستيك لازم نوقف تصنيعه ولازم كمان نحمي الشواطئ اللي نحن عليها. وبنفس الوقت عمل مبادرة اجتماعية وهي تأمين احتياجات لطلاب مدارس. نعم مصطفى، حكيت عن تونس وعن المغرب، عن جد بدي هيك تحكي لي عن الوطن العربي بشكل عام، شو وضع الوطن العربي؟ يعني المغرب سباقة، تونس على يعني سلم أولويات الحكومة فيها لل 2020 أو 2022. طب بالنسبة للوطن العربي في وعي؟ هناك مبادرات، المبادرات هي مغطى بتم تخطيطها من الحكومة أو هي مبادرات فردية؟
في بعض الدول في عنده مبادرات بيتم تغطيتها من الحكومة، في بعض الدول بعض المبادرات فردية وبعدها أنه عم يحاولوا يشتغلوا عليها. في عنا مثلا البحرين عندهم 5000 طن سنويا يمنع صناعتهم، يعني عم يخفضوا الاستهلاك قد ما فيهم. الكويت نفس الشيء، عنا الجزائر كمان عندهم عم يشتغلوا على الموضوع من هلا 2020 رح يحلوها. كان عم ينحكى انه الكويت هي تصير دوله من دون نفايات بلاستيكيه بالعام 2020، يعني هذا الخطه يلي هن حاطينها. لبنان في مبادرات كثير عم بتصير، مثلا في مبادره ببلده دير الزهراني، اجت محل حدا عنده خضره بيبيع خضره، قال لهم كل 25 كيس بلاستيك بتجيبوا لي انا مستعد اعطيكم كيلو بندوره او كيلو خيار. يعني يلي هو ما قيمته دولار او دولارين، عم نحن نعطي مقابل 25. وفي يعني عندهم انتاج يومي بحوالي 15 طن من النفايات، هلا صاروا 13، يعني نحن اذا بنحسبهم على شهر عم نحكي عن انخفاض ب 60 طن من النفايات البلاستيكيه. فالناس بلشت تتقبل هذا الموضوع، رغم انه بعض السيدات يلي هي بتيجي بتشتري خضره بتيجي بتقول انه انتم عم تلعبوا معنا، انتم عم تعذبونا، نحن ما عم نقدر نحمل اكياس. عم اجوا بعثوا على كل بيت اكياس قماش مشان يقدر اي شخص يقدر يستخدمهم ليجيب فيهم الاقراض. ففي مبادرات عم ينشغل عليها. الوطن العربي بحاجه لمزيد من الوعي، بحاجه لمزيد من اداره هذه الازمه. يعني نحن فينا نقدر نحل ازمه النفايات الموجوده عندنا او ازمه المكبات الموجوده بكثره في العالم العربي، ولكن نحن بحاجه لاداره حقيقيه لهيدي الازمه. وبنقدر عن جد من هون ل 2030 بحسب اجنده الامم المتحده يلي حكت عن 17 هدف بنقدر نحن نحققها من هون ل 2030 اذا فعليا عملنا اداره حقيقيه لهيدي الازمه. صحيح صحيح، ان شاء الله. يعني ان شاء الله على امل انه بما انه نحن متقاسمين في هاي الارض والخطر علينا كلنا، يعني بيكون فيها فيكون هالوعي عن جد موجود عند الناس وعند الجميع. بدي اشكرك الصحافي المتخصص بالشؤون البيئيه مصطفى رعد. شكرا لك استفدنا كثير من هالفقره. وانا وانت بدنا نروح المطبخ. المطبخ اكيد رجعت اي لازم وقته طبعا.